مرحبا فيكم في ترند. في لحظة إنسانية مؤثرة يفقدها بعض البشر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لفيل يودع مدربه الخاص ويمشي إلى جنازته عشان يشوفه قبل الوداع الأخير، وينضم إلى أهل وأصدقاء المدرب وكان يقول له ما بنساك أبداً. الفيل كان تحت رعاية الراحل من عام 1996، وكان آخر ظهور له معاه في شهر أبريل الماضي. المشهد حرك مشاعر الكثير من الناس، خلونا نتابع. تسبب سقوط مفاجئ لأحد المظلين أثناء مباراة للدوري البولندي بتوقف اللعب وسط دهشة اللاعبين والحكام، حط المظلي رحاله بعد رحلة جوية داخل أحد الملاعب البولندية، الأمر اللي اضطر الحكم لإيقاف المباراة بشكل عاجل ورفع له البطاقة الصفراء، وسجلت الكاميرات لحظة سقوط المظلي بشكل مفاجئ واللي تم العمل على إخراجه من الملعب. خلونا نتابع. ويزوم Proszę państwa, no حلم راود طفل فيتنامي يبلغ من العمر سنتين بامتلاك سيارة على أحدث طراز عشان يخوض بها المغامرات، فما كان من والده إلا أن يحقق حلمه بسيارة لامبورغيني فارها صنعها من الخشب، وبدأ بصناعة نموذج مصغر من فكرته الجنونية باستخدام كل الأشجار المهملة اللي تحيط بمنزله. في عملية تصنيع استمرت 65 يوم، واحتوت السيارة على موتور لتحريكها عبر الشوارع المحيطة. خلونا نتابع المقطع. قطعة دجاج وصل سعرها إلى 100,000 دولار فقط لأنها تشبه أحد الشخصيات طاقم لعبة أومينج إس. عرضت القطعة من قبل للبيع في المزاد العلني مقابل 99 سنت إلا أنها ما شهدت إقبال وقتها، لكن عقب يومين تم عرض القطعة مرة ثانية للبيع وبدأ سعرها بمبلغ 39,000 دولار، لكن مع استمرار عرضها للبيع على الموقع نفسه وصل سعرها حوالي 100,000 دولار. السؤال، هل يسوى تدفع 100,000 دولار ثمن قطعة دجاج راح تنتهي عقب أسبوعين؟ فنانة إسلندية أبدعت في صنع أقنعة طبية خاصة لمواجهة فيروس كورونا، هدفها أنها تنشر السعادة على وجوه البشر بطريقتها الخاصة، وتخطط أنها تفتح لها متجر خاص بالكمامات المضحكة والغريبة. الكثير من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا معاها وحبوا فكرتها لأنها حببتهم وشجعتهم على الالتزام بلبس الكمامة. تفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العجوز نورمان اللي يعيش في قرية ساحلية جنوب غرب ويلز اللي تتميز بطبيعتها الخلابة وبشواطئها الساحرة وجوها الرائع. الغريب في الموضوع أن العجوز هو الوحيد اللي تم في القرية كلها، والمضحك أنه يقول تقدر تسوق السيارة وانت مغمض لأنه ما في ولا حد في الطريق. تفاعل الكثير من الناس معاه وكثرة التعليقات عليه، وقالوا إنهم يتمنون يعيشون في هذا المكان معاه. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل أن نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق VHTV & Radio. مع السلامة.